السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بأول محاضرات الدسكشن يلي هي Epidemic Investigation. طبعا هنا اللي عاطينه لكم هو تقرير مكتوب من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كاتب عضو لجنة الكورونا اللي هو طارق محمد جبريل. تقولوا علاش عاطينا بالعربي وش بنستفيد منه أنا وكيف بنقراه وإلى ذلك. الغرض والغاية من الشيت هذا أن أنتوا تفهموا كيف تعرف تقدر حالة الدولة أو حالة البلاد اللي صاير فيها مثلاً إبيديميك ولا بانديميك، هل هي خطيرة وتحتاج إجراءات ستريكت يعني بشان إن نوقف انتشار المرض هذا، ولا هل أنا في ليفل كويس توا وما فيش داعي للقلق ونقدر نطلع في الشارع زي ما توا قاعدين نطلع وإلى ذلك. تذكروا إن فترة الكوفيد في البداية دارونا لوك داون، سكروا علينا كل شيء وبدأ كمامات وسو ستريكت، وتوا توا عادي مع التطعيم مع كل شيء صارت الحالة تحسنت وبدأنا نطلع حتى بلا كمامات وعادي، صح ولا؟ به هذا شن سببه؟ هذا كيف قاسوه؟ كيف هم يعرفوا أمتى إحنا نقدروا نطلعوا without lockdown، أمتى هم يقرروا إحنا نديروا lockdown وعزلوا ويحبسونا في حياشنا ومعاش نطلعوا إلى ذلك؟ هذا كل ما بنفهموه من المحاضرة هذه. طبعا نبو نعرفوا قبل كل شيء عندكم تعريفات معينة شن معنى كلمة بانديميك، شن معنى كلمة إبيديميك وإنديميك. البانديميك اللي هو احنا عايشينه توا، بهي الإبيديميك شني؟ مرض في دولة معينة. كوفيد أول ما طلع تعرفوا من الصين ولا طالع من تشاينا، من تحديدا ووهان سيتي هديك أول ما انتشر فيها كان إبيديميك، وحتى لما داروا أبحاث وبدوا يتكلموا عليه كانوا يتكلموا عليه على أساس إنه إبيديميك في ووهان سيتي. بعدين لما بدأ ينتشر ويطلع خارج نطاق تشاينا، خارج نطاق تشاينا across the borders الحدود، فشن صار؟ ولا بانديميك. فبدأ affecting large population. فمن هنا نفهموا ان epidemic قاعد ظهور مرض معين و unusual مش موجود قبل، زي مثلا الكوفيد حاجة جديدة وكانت في حدود دولة معينة. لما انتشرت للوطن او للعالم، الوطن شني انتشرت للعالم يعني، ولت pandemic. بهي اما لما يقولك حاجة endemic، endemic هذيك مستوطنة ديما، زي مثلا schistosomiasis في مصر، ديما يقولوا schistosoma في مصر ولا ذلك منطقة معينة موجود فيها بلوغ مثلا، البلوغ كان أعتقد بانديميك إنه منتشر في العالم كله، لشمانيا وانت تطلع هيك حاجات يعني مستوطنة في مناطق معينة، زي تو الملاريا حتى هي موجودة في بلدان معينة تعتبر انديميك فيهم لتو يبدو يديروا فاكسين وك. ما مش مهم، مش عليكم تعرفوا لي الفرق بين تو هذا خلوه لمحاضرته، انه بانديميك انه تو احنا نحكوا على حاجة بانديميك في العالم كله، هذا كلام كلكم عارفينه. باهي جايبي لكم ملخص تقرير وبائي للموجة الرابعة كوفيد، الموجة الرابعة باه شن صار ليبيا في اي مستوى تو وعلى اي اساس هم حددوا المستوى متاحة هذا. يقولك ان ليبيا او الوضع الوبائي في ليبيا في المرحلة هذه هو يعتبر في المستوى الرابع. علاش؟ لان نسبة البيد اكوباينج ريشيو او ريت اللي هي ارتفاع نسبة اشغال ما هيش اشغال يعني اكوباينج، ان الاسرة في المستشفى في مركز العزل معبي كلها فل ولا معبي هلبة ولا معبي شوية، تو هنا قالك راهي زايدة، هي تعتبر زايدة نظر الارتفاع نسبة اشغال الاسرة في مراكز العزل على مستوى البلاد بنسبة 60%. نسبة 60% isn't bad، ما هيش سيئة باهي، لكن مع المهم وصلناش 100%، لكن قاعدين في مستوى الرابع. المستوى الرابع لا يحتاج ان احنا نديروا لوك داون. امتى نبدأ ندير في لوك داون؟ لما نخش في المستوى الخامس. اوكي، فلتوا يعتبر كويس. اما بالنسبه لحالات الحالات الموجبه هذه اول حاجه لنحدد بقى عندنا الانتشار المجتمعي اللي هي الكوميونيتي سبريد، وعندنا المستوى الرابع على حسب اشتغال الاسره او اشغال الاسره اللي هي بيد اكوبانسي ويت اللي هو نسبه 60%. هذا علاش ليبيا قاعده في المستوى الرابع من انتشار البانديميك.
ما هم يحددوا فيهم مستوى أول ثاني ثالث رابع. عندكم الثاني هو اللي يبوه توا مستهدفين أنه يوصلوا له، ما الناس عادي معاش تخاف معاش في انتشار وينحد الكمامات. مستوى الرابع يعتبر خطير لأنه قريب من المستوى أنت جلس تخش الخامس تخش طول في لوك داون ثاني، فاحنا on the verge فهمتوا، لكن توا قاعدين ننقصوا. فخلينا نشوفوا هذا يحكي لكم على الموجة الرابعة، بعدين نحكوا على الوضع الحالي اللي توا. المهم الحالات الموجبة من 13 إلى 12% من مجمل الحالات المسجلة خلال أسبوع، ما احنا نقيسه بالخلال أسبوع هذه حتى هي توب نشرحوها إنه 7 days هنا توب نوصله هنا نشرحوها. فالمهم نسبة الحالات الموجبة ناقصة على شوفوا 2021 التقرير متاعنا احنا اللي كان قبل كان يوصل قالك 20 إلى 19% الحالات الموجبة اللي سجلوا فيها خلال أسبوع، توا من 13 إلى 12 فهي ناقصة فهذا كويس. مع ذلك نسبة الوفيات نسبة الحالات الموجبة المسجلة ما هيش دقيقة. علاش؟ لأن إحنا نسبة الحالات الموجبة مش دقيقة لأن إحنا أصلاً ما عندناش معامل كويسة. مفروض نديرو نبدو مثلاً نديرو في هذا الكلام اللي نقول فيه مكتوب، را مفروض نديرو نسبة الاختبارات اليومية 15,000، إحنا في ليبيا يديرو في 5,000 فقط، وهذا غير كافي إنه باش يجيب لي نتيجة صحيحة. باهي في نفس الوقت نسبة الوفيات زايدة. علاش زايدة نسبة الوفيات؟ يقول لي لأن ضعف القدرة الاستيعابية لمركز العزل، على خاطر ما فيش أكسجين، ما فيش هيلث كير وركرز مدربين أطباء باش يخدموا في العزل، ما فيش ميديكيشن واختبارات، وكارثة مركز العزل. أنا مشيت له وخدمت فيه كي جمعنا داتا متاع ريسيرش وهيك، كان كل شيء ناقص. نسبة الوفيات كانت رهيبة جدا زايدة هلبة، والناس كلها حتى اللي يجيك ما فيش شيء وكلهم توفوا. علاش؟ بس لأن ما فيش ميديكيشن، ما فيش حد يعتني بيهم، فهم يخشوا العزل ويموتوا. فهم حتى لو كان مثلا مرة تعرفوا في اللي كانوا الوفيات كلها بسبب شني دي كي اي دايابيتك بيشنت، هادو ماتش انه هو من الكوفيد نفسه، مات انه هو من كتر من المضاعفات وهو مريض بامراض تانية، ففي الاخير كلهم ارستوا ماتوا الله يرحمهم. فهذه مشكلة ان احنا ارتفاع الوفيات كان كلها بسبب ان الإمكانيات ناقصة، وهذا اللي أدى إنه يصير psychological disturbance والدكاترة معاش عارفين شن يديروا وصار ضغط عليهم. وكان هذا الموضوع اللي درت أنا في البروبوزل تاعي إنه psychological distress among healthcare workers، وكان هلبا يحكي بالذات على ليبيا في وضعنا إنه على شكي، لأن الناس لأنه ما فيش واحدة من الأسباب إنه هو ما عندهش إمكانيات إنه هو يعالج البيشنت. فشوفوا يعني خلينا من كلام زايد باه نجول الإبيديميولوجيكال ريبورت. هنا عاطينكم كلام بالإنجليزي، معنى أي حاجة بالإنجليزي يجيبوا فاهمة، والكلام اللي بالعربي الثاني يركزوا على الأرقام، ولما هيك حاجة تقولوا إنه واضحة خلاص لي لو انتوكم. This report include the most current information available for اللي هو هذا الـ NCDC اللي هو مركز مكافحة الأمراض في مارس 2022 جديد. يعني شنو يديروا كيف يقيسوا؟ ياخدوا 7 days ياخدوا اليوم نحن فيه وياخدوا 6 أيام قبله ويبدوا يحسبوا الكيسز، يحسبوا الدات، يحسبوا البوزيتيفيتي ريت، بوزيتيف ريت اللي هي الحالات الموجبة، يحسبوا في الكيس فيتاليتي ريت. الحالات الموجبة كيف يحسبوها؟ ياخذوا الحالات اللي هي موجبة كلها، ما هو ريت احنا نحكوا، ياخذوا الحالات الموجبة كلها في اليوم هذاك ويقسموها على شني، يقسموها على عدد الحالات كلها الموجودة. وإلى ذلك مش مهم عليكم انتوا تعرفوا الحسبة، مهم تعرفوا كم كان البوزيتيفيتي ريت، كان 10 إلى 15%. شوفوها 13 وهنا 15، هم حاطين لك كي تقديريا نسبة تقديرية من 10 إلى 15%، ومبكر قلنا افريج انه هو 13 هيك. اما الكيس فيتاليتي ريت فهو 1.5،
اللي هو كيف حسبوه، خدوا النمبر اوف ديث فروم الكوفيد ديزيز اللي هو الكوفيد على النمبر اوف ديث، هذه نمبر، نمبر اوف كيسز كونفيرمد على كل الكيسات، على الكيسات كلهم، عدد الوفيات، عدد الناس اللي ماتوا على الوفيات كلها، وتضربها في 100 يطلع لك الكيس فيتاليتي ريت. وهادم هادم الحاجات اللي هي بوزيتيفيتي ريت، الكيس فيتاليتي ريت، يعتبروا شنو هم هادم مؤشرات وبائيه اللي هم الابيديميولوجيكال انديكيتورز. واحتمال انه هو يجيب لكم السؤال هذا وات ار ذا ابيديميولوجيكال انديكيتور، لان احنا نذكر في زمان دفعتنا قال لنا حنجيبه لكم وبعدين ما جاب، جاب لنا حاجه ثانيه تو بنشرحوها اللي هي مهمه هلبه، اللي هي ريبرودكتيف نمبر. تمام فخلاص هذا هو الكلام هيك بسيط، تحفظوا لي الارقام اللي موجوده اللي مشوا عليها، بعدين التقرير الوبائي العالمي شن قال لك هنا، جاي يحكي على الترافل كوريدور كونتريز، الدول اللي نسافروا لها احنا، او اللي دور العبور اللي في اللي في جنب ليبيا، واللي المناطق اللي يمشوا لها الليبيين هلبا شنو هم تو احنا، تركيا، الاردن، تونس نمشوا لها، مصر، هذا كلهم مكي دول يعني تعتبر ترافل كوريدور لينا احنا. فشن قالك؟ قالك تركيا وأردن في الموجة الرابعة، تركيا وأردن مستوى الخطورة الرابعة، حتى هما يعني في المستوى الرابع والأكثر خطورة للسفر، في حين تم تقدير مستوى الخطورة للسفر إلى ليبيا وتونس ومصر ومالطا للمستوى الثالث. هنا أن أنت تقدر تسافر للدولة هذه ولا لا، مستوى الرابع يعني قريب من المستوى الخامس في هذه اللي تركيا والأردن، أما تونس مصر ليبيا هم تونس يقدروا يجونا، مصر إحنا نعتبره مستوى ثالث ليهم. بح ما كلام ما هوش مهم هلبة، تعرفوا شني إن شوفوا متوسط الأسبوع لعدد الحالات المسجلة يوميا لكل مليون مواطن والتغير الأسبوعي، شفتوا كيف تونس 814 وتركيا 157%. فقالك تشهد كل من تونس تركيا زيادات أسبوعية مقلقة في أعداد الإصابات تزامنا مع انتشار متحول أوميكرون جديد هذا، وعليه فرض إجراءات احتياجية إضافية على القادمين من هذه الدول. فالناس اللي جاية من تركيا واللي جاية من تونس ما احنا منراقبه، واللي في ليبيا واللي خارج ليبيا باش احنا نحافظوا ان احنا ما تجيناش العدوى من برا. فالناس اللي تسافر لتركيا وتروح عندهم إجراءات يديروها لهم احتياجية باش هم ما يجيبوناش المرض لليبيا. فشوفوا الاثنين هما اللي مديرين عليهم أحمر، هادو يعتبروا خطيرين علينا. شفتوا ليبيا كيف ماينس، بالماينس اللي في الماينس هادو بالعكس ناقصين حالات نقص، فاحنا ليبيا ماشي الحمد لله الوضع متحسن. بعدين كاتب الوضع الوبائي في تونس هذا ما نبوشي، مصر تشهد استقرارا وتونس قلنا زايدة مش مهم. نجو للإبيديميولوجيكال إنديكيتور، مهم عندي أنا نعرف الإنديكيتور، أنا كيف نحسب إن أنا وضعي خطير وضعي مش خطير، شن نديرش ما نديرش. يقيسوا في نسبة الحالات الموجبة زي ما قلنا في ليبيا تو كم البوزيتيفيتي ريت اللي هو من 10 لـ 15%، هذا في الأسبوع هذا من الأمتى قسوها في شهر 3 2022. عدد التكاثر reproductive number تو بنشرحه لكم، ونسبة الوفيات الحالات الكيس fatality rate قداش يموتنا من الكوفيد في أسبوع الواحد، والtime needed to double spread rate قداش أنا نبي وقت من اليوم هذا مثلا، اليوم هذا لا مثلا لكم يوم طلع لي 100 حالة، قداش نبي يوم باش يبدو لي 200 ضعف النمبر، قداش نقعد يوم قبل يقول لك تبي 60 يوم باش تولي الضعف، توصل لضعف العدد، لكن توا تبي 120 يوم توا متحسن الوضع. هذه الرقم هو قديم متاع مور دان 60، في توا وقتنا الحالي وصل لمور دان 120 تو كتبها لكم لهطب. زاد عليهم زمان ان نذكر فيه كده حيقولكم عليها ان الادمشن نمبر نفسها هي الادمشن نمبر، العدد اللي يخش المستشفيات هو نفسها البيد اكباينج ريشيو اللي تو قلنا 60%، الكاباسيتي اوف لاب هذه اللي تاثر هلبا، الكاباسيتي اوف لاب لان اللاب التحاليل اللي ندير فيها حتى هي تاثر، لو انا مش مدايره تحاليل بصفه بكميه مناسبه فانا حتى البوزيتيفيتي ريت بتاعتي وماهيش صحيحه 100%.
الوضع الوبائي في ليبيا الموجة الرابعة نفس الشيء، قال لك انخفاض 13%. هذا يحكي على شني؟ على الحالات اللي تحتاج رعاية والحالات الموجبة، وكلها نفس الكلام. أتو بيحكي لنا عن نسبة الحالات الموجبة. الحالات الموجبة شنو قلنا هنا؟ نسبة 5% من الاختبارات التي يتم إجراءها يومي في العدد الكلي يؤشر تحسن الوضع الباء. قد شهد هذا المشهد استقرار لمدة 10 أيام 12%. ملخص خبراء استقرار المؤشرات الباء وصول إلى نسبة 5% المستهدفة. ينبغي الوصول يبيك شني؟ لازم توصل لخمسة في المية أنت تدير في تحاليف اليوم، اللي هي ينبغي الوصول إلى إجراء 15,000 قلت لكم اختبار يوميا. فهما في اليوم الدبليو تشو فرض علينا 15,000، إحنا في ليبيا يديروا في 5,000 فقط. فهذا حيأثر أننا ما نديرش تحاليل، كيف نعرف الحالات الموجبة؟ لكن سجلوا مؤشر حالات الموجبة استقرار على مدى 10 أسابيع الماضية. قعد قداش الموجبة من 10 ل 12؟ طبعا بكنا نقوله احنا 10 15 10 12، نفس الكلام. المهم في الريت هذا، بالرغم من تذبذب عدد الاختبارات التي يتم اجراءها، لان قلنا مع ان الاختبارات متاعي شوية، لكن انا قاعدة نطلع في حالات موجبة، مما يشير نسبة انتشار الفيروس في المجتمع عامة قد لا تزيد عن 20%. ما تزيدش على 20 ولا ومش حتزيد مع امايكرون قد تصل الى علاه، ولن مع الطفرة الجديدة امايكرون قد تصل الى علاه من 20%. تو قال لك ما تزيدش على 20 لكن ومش حتزيد أوميكرون، لكن ممكن توصل لي أكتر من 50%. فاحنا توا مع أني أنا منديرش في تحاليل كاملات، لكن نسبة الحالات الموجبة اللي نسجل فيها تعتبر مش من 10 ل 12%. طبعا هو شوفوا الكلام اللي يكتب فيه، هو شنو داير؟ مغير الأرقام ومش مغير لكم الكلام. تو هو الكلام هذا اللي لا تزيد عن 20، لأن النسبة زمان كانت هيك 19% حاجة زي تو. تو يعتبر الوضع ناقص راه. فهنا لما يقولك 10 ل 12% is better than إنه يقولك 19 ل 20%. المهم نازلة تحت تعتبر أقل من 20. بعدين مش مهم الكلام هذا، المهم عرفوا لي هو عدد الاختبارات والبوزيتيفيتي ريت، وحفظوا لي رقم اللي فوق اللي هو 13 لي من 10 ل 15%. عدد التكاثر الريبرودكتيف نمبر، اول حاجه شنو هو الريبرودكتيف نمبر؟ قال لك رقم واصل لي 1. توا شنو معناها؟ شوفوا هذه هما هي جابها لنا احنا اوسكيزمان، اللي هي patient infects two people في كوفيد. لما واحد مصاب، افرضوا انا مصاب بكوفيد لا قدر الله، باهي جيت معاي شخصين في غرفة أو ثلاثة، معاي أربعة، أقوله حندعي منهم زوز هما أنا الار نوت متاعي، حندعي شخصين، يعني نسبة إن أنا الشخص اللي عنده كوفيد أشوفها توصل لي هي الريبرودكتيف نمبر، هذه الار زيرو يقولوا لها ار نوت، او عدد التكاثر يوصل لي 2%. ما احنا توا شوفوا قالك استقرار في الوضع الوبائي، عدم تجاوز هذا المؤشر حاجز 2، ما وصلناش لشخص ان حاجز 2 ان انا ندعي شخصين، لا احنا في ليبيا قاعد الشخص الواحد يدعي في واحد بس. عدم تجاوز هذا المؤشر حاجز 2 جيد، يعتبر انتشار بطيء كويس، ويعكس هذا المؤشر مدى فعالية الإجراءات الاحتيازية المتخذة، يعني الإجراءات البريفنتيف ميجرز اللي درناها كانت كويسة، ارتداء ماسكس وإلى ذلك. فبما أنه وفات 2 كويس، يقول لكم يسألكم حتى reproductive number in Libya كم يكون، حيقول له قول له بالرغم من انخفاض عدد هذا السوء إلى 1 اللي هو 1%. مع ذلك متأثر بالشني، متأثر بعدد الاختبارات، حتى الريبرودكتيف نمبر، لأن أنا وين ندري عليهم مرة تانية ما درتش تحليل كافي باش نعرف، لكن ثابتين على رقم 1 لا يتجاوز 2، هي الرقم يحبه وتحفظوه not more than 2. شوفوا توا شنو فيه عندكم هنا، يحكي لكم على الـ R not اللي هي how a virus with a basic reproduction number are not or to spread in a non-immune population. الناس لو مش مطعمين، راه لما نحكي على الـ R not هي الـ R0
يقولوا لها R not نطقها، إنه قداش يعني واحد مريض قداش بيدعي من الناس اللي مش مطعمين. في فرق لما يبدو مطعمين ولا لا. لما مش مطعمين هذا مش مطعم not vaccinated، هذا not vaccinated. جاء الكوفيد عدى اثنين، واحد عنده كوفيد عدى شخصين. لكن في ليبيا احنا ما زال الرقم الريبرودكتور النمبر متاعنا ما فاتش اثنين، قاعد في الواحد، وهذه حاجة كويسة، يعني الشخص الواحد حيعدي واحد بس. اوكي، والكوفيد بصفة عامة يعدي ان الشخص الواحد يعدي شخصين. في امراض تانية زي الهيباتايتس، هيباتايتس سي حتى هو يعدي شخصين زي الكوفيد. شوف السارس، السارس يعدي حتى اربعة، لان هو ده وهذه طفرة تانية. والإتش آي في يعدي أربعة، والإبولا مش مهمة تعرفوا. الميزلز هي عندها أكتر معتقل 18 شخص ميزل. تخيلوا هنا هو الشخص، هو كان معاه 18 شخص حيعديهم كلهم، ينقلهم لو كانت ميزلز. وما سألش فيها قبل الدكتور، لكن لو ذكرها في المحاضرة ركزوا معاه، لو ذكرها معناها حيسأل فيها، لأنه قبل ما عمره يركز فيها، قبل يركز لكم في أن الكوفيد انتشاره اوكي، وتعريفاتها ما حيجيبهمكم بحكم انه هو يجيب في الحاجات اللي مكتوبه بالانجليزي في الغالب. The basic reproduction number R not is a measure of average of numbers of people. تحفظوا التعريف. Measure of average number of people that would be infected by an infectious individual in which a no control measure are implemented. لما نقولك R not يعني كم واحد حينعدى من شخص مصاب لما ما فيش إجراءات احتيازية، اللي هي ما فيش تطعيم، ما فيش كنترول، ما فيش شيء. لما نقولك الـ R effect اللي هي effective reproduction number، اللي هي كم واحد حينعدى من شخص infection، من شخص مصاب، مع وجود، مع taking into account the public health interventions اللي هم الـ implemented، اللي هي الـ measures إن نلبس كمامة ونحافظ ونأخذ تطعيمه والكنترول وكنترول of spread the virus. هنا حيكون مختلف على الآلنت، لكن هي المهمة وجابها لنا في الامتحان. احنا شبنا الرسمة هذه اللي هي آلنت to spread a non-immune population. بهي لكن يقول لكم الريبرودكشن نمبر في ليبيا كم كان less than، لم يتجاوز، قاعد يقول فعلا لم يتجاوز 2%، اللي هي توا قالك 1%. مع ذلك it's not accurate، لأن احنا عنا نقص في في اللعب متاعنا. الكاس في ثالث ليت اللي هم الحالات اللي الوفيات، يعني اللي صايرة من الكوفيد اللي هو فيه استقرار إنه واحد ل 1.5%. هذا الكيس في ثالث ريت، وقلت لكم يحسبوا فيه على 7 أيام، 7 days، يعني من 7 أيام اليوم تأخذ عدد الحالات اللي هي ما الوفيات على عدد الحالات الكوفيد بصفة عامة وتضربها في 100 يطلع لك. مش ما أعتقدش عليكم الحسبة. بعدين هذه اللي قلت لكم اللي كانت دايرينها 60 فوق، اللي هي دبل تايم، قداش نبي انا باش نضاعف الحالات عندي. تايم نيدد تو دبل ذا سبريد ريت ان كوميونيتي، اللي هي ناوديز 120 يوم نبي. فتوى قاعد احسن ان قبل 60 يوم وتلقى ضعف، لا تو نبو 120 يوم وتلقى ضعف الحالات عندك، فقاعد تو احسن من قبل. بعدين هذو تقارير ماهيش مهمه ما بخاش كلها. جاء يحكي لكم على متابعات التوصية، شو نديروا، زيدوا اختبارات اليومية، دير طرق سريعة اللي هي أنتيجن تست اللي يديروا فيها. هذه الأنتيجن تست هذه بعدين شن قالك، دعم مراكز العزل، رفع القدرة الاستيعابية، وإلى ذلك كلام واضح. استمرار دراسة ضروري جدا، احنا توصلنا لهم الحاجات هذه تو الحمد لله الوضع كويس. اتخاذ إجراءات القانونية ضمان الالتزام، زي لما قالوا لكم تدفع غرامة، كان قعدت بعد اللوكداون لقوا حد طالع يدفع غرامة وإلى ذلك. بح شوفوا هنا الدلتا كيف راكب الأوميكرون، ومش مهم هذا. توا الوضع الحالي، الوضع الحالي، وشوفوا كل حاجة كلها عودة وكلها نفسها. الوفيات انخفاض، كل انخفاض،
ترافل كوريدور كونتريز مصر تركيا والأردن ومالطا وتونس على المستوى الثالث الذي يطلب الحصول على تطعيمات كاملة مع قاعدين بكشن كانوا هذوك وحدات على المستوى الرابع واثنين والباقي على المستوى الثالث فأحفظوهم هما تونس ومصر مش مهم ليبيا هذا الكلام كله مش مهم أي حاجة مش مدكنها هو مش مهم كاس فيتاليتي ريت ناقص شفتوا 1.35 حالات الوبائية 40 لم تتخطى أي منطقة حاجز 50 حالة لكل 1000 مواطن لأن هو يقولك شني كان فاتت 50 هذاك شفتوا هنا كان فاتت 50 بيبدأ بيديروا اللوك داون يبدأ معاش مستوى رابع يبدأ مستوى خامس وهو يقول حتى يقول للدكتور شو اسمه لو فاتت 55 خلاص بيبدأ خامس ولوك داون هيك بالضبط مش مهم هذا كله انخفاض عدد الحالات المسجلة تصنف المنطقة على المستوى الثاني خلاصة انخفاض عدد الحالات المسجلة تمام بقى يصل انخفاض مؤشر عدد التكاثر الى مستوى قياسي واو شفتوا كيف توا هذاك كله اللي نحكوا عليه فوق كان في الموجة الرابعة توا في وضعنا الحالي شفتوا كيف معدل الريبرودكتيف نمبر كيف التكاثر واصل ل 0.47 ونزل حتى اقل من واحد فممتاز هذا الاسبوع واستقر تحت الواحد لاكثر من 13 متتالي يشير الى استقرار وضع وبائي استمرار المعدل الاسبوعي للحالات الموجبة اقل من 5% واو تزامن مع انخفاض عدد الاختبارات كويس استقرار معدل الوفيات الى 1.35 مع نمط انتشار الموجة الرابعة شفتوا كيف اللي كانت واحد نزلت 0.45 اللي كانت من 13 ل 15% قاعدة أقل من 5% والمعدل الوفيات اللي كان 1.5 ولا 1.3 كويس بالرغم من انخفاض عدد الحالات الآن انخفاض عدد الاختبارات إلى أقل من 100 اختبار لكل 1000 مواطن بعدين تصنيف كل المناطق على المستوى الوبائي الثاني مؤشر إلى خروج البلاد من الموجة الرابعة ولا يعني بالضرورة انتهاء الوباء خاصة مع تدني نسبة المطعمين جرعتين 16% فقط وهي نسبة غير كافية لحد من انتشار الناس اللي مطعمين جرعتين 16% بس من الناس كلهم يعني الباقيين كلهم مطعمين الأول وفاتوها وقالك توا أغلب الواحد واصلين شني إحنا للمستوى الثاني ما أنا كنا في الرابع توا شفتوا كيف واصلين في الثاني فممتاز تمام ومع ذلك قالك لما إحنا واصلين للمستوى الثاني هذا مش معناه أن إحنا خلاص طمينا لا إحنا قاعدين لكن الوضع تحسن هلبة توصيات شني تحسن الوضع الوباء المحلي وخروج بلاد الموجة الرابعة تصنيف البلاد مستوى الثاني يدعو إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لتكتيف حملات التطعيم بما ان احنا خلاص وصلنا المستوى الثاني فلازم نديروا تكتيف التطعيم وتفعيل قوانين المنظمة باش الناس تطعم وهيك باش في المستقبل خلاص نقعد احنا ثابتين مش كان هيك خلاص نريح روحنا لا تو باش نقعدوا ثابتين على الثانية وننزلوا حتى اقل استمرار حملات التطعيم وإلى ذلك كل هذا مرات تحفظوهم عادي يقول لك شني انت توصي باش انا نحافظ على البلاد كلها ندير التطعيم نزيدوا من التطعيم نزيدوا إلى ذلك مع ده ولكن هو عطيكم سؤالين في الكويز تقريبا حاطلكم فهو اكيد حيسألكم في هذوك الاربع النقاط اللي بالانجليزي والتعريفات والارقام هي اللي نحكي لكم عليها من بكري تركزوا فيها قالك كجمالي عدد التطعيمات لس دان 40% في total population هم اللي طعموا اصلا تطعيمات هي مش مهم هذا الارقام المطاعمين مستحيل تحفظ الجرعة الاولى 28% الجرعة الثانية 13 هو الاجمالي قاعد لس دان 40% شوية بكل اوكي بعدين حاطلكم هنا التقرير اللي هو بعته لوزارة الصحة وما هوش مهم هذا مش عليكم بعدين عندكم الكويز سؤالين انا حط لكم شويه اسئله كي ما نعرفش هل هي ممكن جيكم ممكن لا just predicting ان mentioned epidemiological indicators case fatality rate قلنا وال reproduction number وال positivity rate وال time needed هذا كلهم يعتبروا
من اللي هما epidemiological indicator. What's the basic reproduction number؟ شن قلنا هو عدد الحالات اللي تنصاب non immune اللي ينصابهم شخص infectious without control، لو مفيش control. What's its use؟ يقسمنا الحالة متاع ال spread، measuring spread of a disease، measuring the disease spread. كلهم هذوك هم measuring the disease spread، لكن هو مهم عندنا. What's the reproduction number or not of COVID in Libya؟ قداش كنا less than 2 يلي هي 1 في الموجة، إنه fourth wave، وتوا واصلة لي 4.47 in the current situation. Okay. هذا هو اللي ملخصك، يعني شن تستفيدوا منها وشن تحفظوا منها الشيت، يعني مش كل شيء حفظ. الحاجات اللي ركزت عليها واللي ملونة هي بس يلي بتحفظوها بهي.